السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة العاشرة والأخيرة، وهي عبارة عن بعض التنويهات حول البيوستاتيستكس، لأن كثير جدا نحتاج نعرف بعض المصطلحات، بعض الاختبارات، لما تم استخدامها في هذه المقالات ولماذا لم تستخدم في غيرها. فهذه معلومات مبدئية، لمن أراد التعمق بإمكانه الرجوع إلى مصادر جميلة موجودة في مراكز المعلومات. طبعا ذكرنا في الدراسات السابقة وفي المحاضرات السابقة ما هو النال هايبوثيسيس وما هو الالترناتيف هايبوثيسيس. هنا تذكير فقط، النال هايبوثيسيس أو يسموه فرضية العدم بالعربي، إنه ما في أي فرق بين المجموعة العلاجية ومجموعة الكنترول، ويتم قبول النل هايبوثيسيس او قبول انه ما في فرق عندما تكون البي فاليو اكبر من 0.05%. نجد ان هناك فرضيه بديله وتسمى الالترناتيف هايبوثيسيس، وهي تفترض ان هناك فرق بين المجموعه العلاجيه والمجموعه الكنترول، واذا كان هناك فرق فعلا وكانت البي فاليو اقل من 0.05% معناته وي اكسبت الالترناتيف هايبوثيسيس اند وي ريجكت النل هايبوثيسيس. لذلك نجد هذه المقولة الشهيرة: When the p-value is low, the null hypothesis must go. كل ما قلت الـ p-value كل ما دل على وجود الـ significance، كل ما دل على وجود اختلاف بين العلاج والعلاج الوهمي، ولذلك نقبل الفرضية البديلة ونضحض فرضية العدم. هناك بعض التعاريف مثل independent variable، مثل ما ذكرنا في محاضرات سابقة، الـ independent variable هو المتغير المستقل والذي يتحكم به الباحث، مثل إذا ذكرت المثال اللي قلناه على كأسة اللبن التي يتحكم الباحث فيها، يمكن يعطيك كاسة كاستين لبن، لكن ما يتحكم بالديبندنت فاريبل المعتمد على شرب كاسة اللبن، وهو زيادة الوزن التي لا تكون تحت تحكم الباحث. الـ p-value represent the likelihood that there is a type 1 error، مثل ما قلنا الـ p-value تعني أن المريض الذي لديك لم يستجيب للعلاج اللي أنت تعطيه قاعد بنسبة معينة، فالـ p-value مسموح لك كل 100 مريض أنه فقط 5 منهم ما يستجيب للعلاج، وهذا يعتبر خطأ في تصميم التجربة، أنه ما قدرت تسيطر حتى على كل مرضى الموجودين. لكن ما في مثالية أبدا في العالم 100% نقول، لذلك سمحوا فقط ل5% من المرضى أنه يستجيب للعلاج من تلقاء نفسه أو بدون سوري يستجيب لل أو يخف المرض لديه من تلقاء نفسه، أو حتى لا يخف المرض ولكن بدون تأثير الدواء عليه. في بعض المرضى ياخذوا علاج وما يتأثر معاهم جدا، فأنت مسموح لك كل 100 مريض فقط 5 مرضى إنهم ما يستجيبوا للعلاج. البي فاليو عادة تسمى أيضا ألفا، والتايب 1 ايرور يعرف بأنه detecting difference when in reality one does not actually exist. يعني مثلا طيب وليش سموه كخطأ؟ إنه أنت تيجي تقول والله إنه في significant difference while there is no significant difference and this is the considered type 1 error. Example: قلنا a drug manufacturer have a new beta blocker like Midoprolol. هذا دواء، يعني هو فرضيا هذا الاسم ما هو حقيقي، يبغى يشوفوا قدرة هذا الدواء على تخفيض الدم، فجابوا هذا مجموعة تأخذ الدواء ومجموعة تأخذ العلاج الوهمي، والفرضية العدم كانت إنه هذا الدواء ما في فرق بينه وبين الكنترول. الفرضية البديلة كانت تقول إنه في فرق بين هذا الدواء وبين الكنترول، هذا الدواء له قدرة على تخفيض الدم أكثر من الكنترول. في الدراسة حقتهم لقوا إنه هذا الدواء له قدرة على تخفيض ارتفاع ضغط الدم، والبي فاليو كانت 0.01%. فحسب المثال اللي يقول إنه البي فاليو is low with the null hypothesis should go. They rejected null hypothesis and they accepted the alternative hypothesis. In regard to type 1 error تعني ذلك أنه تقريبا 0.1% اللي هي تعادل 0.1% اللي هي تعادل شخص واحد في المئة الذي تم أو الذي لم يتم استجابته للعلاج، والخطأ هو حصل مع شخص واحد. The other أو ممكن نقولها بطريقة أخرى، إنه there is 1% chance that Midoprolol does not reduce the blood pressure، وكان بالضبط زي الكنترول بدون أي effect أو زي البلاسيبو.
Okay, if later the results of this study are proven false, معنى type 1 error would have been committed. لما يكون result of the study is false, معنى type 1 error have been committed. By convention, إذا كانت ال p-value أقل من 0.05% معناته result نعتبرها significant. في شيء ثاني اسمه بيتا. البيتا تعني probability of type 2 error. في عندنا قلنا type 1 اللي هو يتعلق بال p-value, type 2 error يتعلق بالبيتا. بيتا often associated with the power. بيتا مرتبطة بالباور. الباور نقصد فيها اللي هي قوة الدراسة. وقوة الدراسة تعتمد على السامبل. خلينا أقول لكم مثال. أنا الآن لما أجيب الليزينوبريل وأقول الليزينوبريل عنده قوة على أنه يأثر على المرضى ويجيب لهم الكحة بنسبة 10%، معناته كل 100 مريض 10 منهم يتعرض للكحة، كل 10 مرضى واحد منهم يتعرض. لكن لو أنا جبت مثلا 5 مرضى ودرست عليهم ما طلع له ولا واحد في كحة، فهل معناته أنه الليزينوبريل ما يسبب؟ إلا يسبب، لكن السامبل حقتي أصغر من أنها تدتكت الادفيرس افكت، فعشان كده نقول الباور هنا ضعيفة لأن السامبل قليلة. تايب 2 ايرور دائما نلاقيه في الكلينيكال تراير اكثر من تايب 1 ايرور. وكلاسيك اكزامبل از سمول سامبل سايز does not allow you to detect enough of difference to prove statistical significance مثل ما ذكرنا. وهنا لو نبغى نتكلم بطريقة أخرى، increasing the sample size is one of the easiest way to increase the power حق الدراسة to avoid a type 2 error. عندنا الباور تساوي، في عندنا معادلة هذه يا ريت تحفظوها كويس. الباور هي تساوي 1 ماينس بيتا. كل ما كبرت بيتا كل ما قل الباور، كل ما دل على سوء الدراسة. طبعا أسوأ شيء لما تكون بيتا تعادل 1، 1 ناقص 1 يساوي 0، يعني الدراسة مرة سيئة. In studies the benchmark power is generally desired انها تكون دائما 80%. احنا نفضل الباور دائما تكون 80%. which would be بيتا في هذه الحالة متى كيف تكون؟ بيتا في هذه الحالة تكون 0.2. لما نقول 1 minus 0.2 يعطينا 0.8 which is 80%. Example, new drug Jamson is being studied to detect difference on depression source versus placebo. The study is only powered to 60. Okay, يعني 1 minus 0.4 أعطانا 0.6 which is 60%. The study did not prove a statistical difference in depression score versus placebo with a p-value of 0.16. شفتوا كيف البي فاليو هنا كبيرة؟ ما هي 0.016؟ 0.16 يعني 16 شخص في المية ما ينفع معهم العلاج. Deriving beta from the power، هنلاقي بيتا مثل ما قلنا 0.4. There was 40% chance that we committed a type error. يعني type error was committed by 40%. Our stated another way, there was 40% chance that the Jamson actually did not have an effect. اللي هو الدواء هذا اللي هم حاطينه مسمينه Jamson. But we were unapproved. We were unable to approve it. لأن السامبل حقتنا ما سمحت لنا نقدر نثبت انه ما له effect. طيب نبغى نتكلم على type of statistical variables. في عندنا شيء بسموه categorical variables وشيء بسموه nominal and ordinal variables. The categorical variables cannot have any value between two points. The nominal and ordinal variables are the two examples of categorical variables. حنشوف الحين بالضبط. Nominal variables or sometimes referred are categorical variables. بسموها التغيرات الاسمية، أو في بعض الأحيان يشار لها التغيرات الفئوية. Are variables that have two or more groups, but there is no definite order to these variables. يعني لما تفكر في النومينال، كلمة نومينال دائما ذكروها على أساس زينين. ف to help remember, can you name them to a group category؟ يعني in the study people population, separating out people into groups mean that the variable being studied is nominal. لما تقسم ال population حق study حقك إلى groups معناته ال variable هنا nominal. One other trick to identify a variable is nominal. Can you answer yes or no? مثلا الجروب حق البوبوليشن اللي عندك هذا obese non obese. obese yes non obese no. فأنت قسمت الجروب لمجموعتين سمنة ونحفة. are they male مثلا ذكور وإناث. are they smokers yes or no. فإذا كانت إجابة yes or no فهي nominal وإنت
قسمت المجموع عناصر الدراسة إلى مجموعتين. Notice how there is no order in the variable. طبعا لما نقول yes or no ما في أي order. مثلا لما نجي نقول blue eyes, brown eyes, hazel eyes, green eyes ما في ترتيب معين. كم واحد مثلا عندنا احنا هنلاقي فصل فيه 30 طالب، نقول الطالب الاول does he has blue brown eyes yes brown blue eyes، الثاني yes كذا. فعلى حتحسب كم اليسات من البراون ايز حيطلع لك 6، من البلو ايز حيطلع لك 10 زي كذا. few classic example of nominal variables اذا كانت separating male female، male yes female yes كذا، smokers versus non smoker، patient with diabetes، patient without diabetes، والاي كلر. هذه الاشياء اللي بنسميها nominal yes or no. okay. ordinal variables differ from nominal in that there is specific order. غير النومينال، ordinal في order خلاص من الاسم. ordinal variables have an order but they do not have a clear and easily interpreted difference between them. زي مثلا نقول ordinal variables مثل pain scale من 1 إلى 10، إذا تذكروا الأوجوه هذه اللي كانوا يحطوها للبين، مبتسم شوي، مكشر، ما أدري إيش، فما تقدر تقول هذا 1.5، 1.25، من 1 إلى 10. أحيانا حتلاقي في تقسيمات أخرى، مثلا أذكر في بعض الجمعيات تقسم لك الـ classification of the disease، class 1، class 2، class 3، class 4، زي كذا. فحتلاقي هنا إنه ما في definite number معين أو definite order معين في هذه المجموعة. طيب surveys عادة هي ordinal، صح؟ مو بالsurveys بنكون موجود مقبول، جدا مقبول، غير مقبول، مرفوض، أو مثلا poor, fair, good زي كذا. فدائما surveys عادة نعتبرها ordinal. إيش فائدة إن نعرف إن نعتبرها ordinal؟ عشان نيجي نشوف الحين إيش التستات اللي حناخذها لها بعدين. Continuous variables have a distinct measurable distance between each value. They are called continuous because you can have an infinite amount of values between two points. يعني لما أجي أقول 1 و2، بين 1 و2 ما في أرقام؟ في مليون رقم بين 1 و2. 1.1, 1.2, 1.3, 1.11, 1.111, 1.1112 هكذا. حنلاقي infinite amount of values. Continuous variables are broken down further into two separate categories. تقدر تقسمها أكثر. اللي هي ratio variables have set and identifiable difference between each point. Ratio variables have an absolute zero. هذا أهم شيء تذكروه في الراتيو، إن في لها absolute zero. Classic example of a continuous ratio variables. مثلا ما أجي أقول 1 طوله 0، إيش يعني؟ يعني ما له طول. لما يقول 1 وزنه 0 يعني هذا does not exist. فدائما 0 تعني 0، تعني عدم وجود شيء، خلصنا. هذا هو المقصود في الراتيو variables. لكن الانترفال سكيلز غير الراتيو. much like ratio scale is a type of continuous variable and has set of difference between each variable. the major difference انه no absolute zero. يعني مثلا درجة الحرارة، وتذكروها دائما بدرجة الحرارة حقت الانترفال. لما أقول درجة الحرارة 0 هل معناته ما في حرارة؟ معناته برد صقيع، صح ولا لا؟ فهذا المقصود. هذا ما في زيرو حقيقي. الزيرو هنا يعني إنه indication of درجة معينة. There is a set of identifiable difference from one degree to the next but typical math is not allowed. صح؟ هذا مثل ما قلنا صفر غير مأخوذ به. Knowing these type of variables, nominal, ordinal, ratio, and interval is critical as it helps you to identify what statistical test is going to be appropriate. عشان كذا احنا قاعدين نعرف ايش هي هذه الـ variables.